وصل إلى مدينة شرم الشيخ وفد من دولة صربيا ممثل من الهيئات السياسية الدينية والإعلامية والسياحية. وقد أعدت محافظة جنوب سيناء برنامجا سياحيا وثقافيا وترفيهيا للضيوف للتعرف على المقومات السياحية والثقافية والدينية بكافة المدن السياحية بالمحافظة من أجل تبادل وتنشيط السياحة بين البلدين. كما وقع محافظ جنوب سيناء خالد فودة مع عمدة مدينة نيش الصربية اتفاقية تآخ وتوأمة بين مدينة شرم الشيخ ومدينة نيش الصربية. نحن هنا النهاردة في شرم الشيخ في كجزء من الوفد صربيا من محافظة النيش، المدينة الثالثة من صربيا، وجايين نعمل هنا مع الإخوان في شرم الشيخ، نعمل علاقة ونمضي عقد التفاهم بين المدنين وبين الحمد لله بين الدولين. الدولة مصر بالنسبة لنا أهم دولة في السياحة، وإن شاء الله نتمنى أن ستجيب النتائج كويسة.